تأكيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل نور الدين الطبوبي خلال افتتاح الهيئة الإدارية الوطنية أن المكتب التنفيذي الوطني نجح في الفترة الأخيرة في حلحلة عديد الملفات النقبية والوطنية الشائكة بفضل وحدة النقابيين وثقتهم في قيادتهم النقبية. هذا وبين الأمين العام أن الوضع العام يتطلب مقاربة وطنية واقعية قريبة من المواطن بعيدا عن الوعود اللي لم يتم تحقيقها لحد الآن. وأكد نور الدين الطبوبي على أهمية أن يكون الاتحاد قريب من شعبه ومحافظ على مكتسباته التاريخية والوطنية. الهيئة الإدارية ما زالت تتدارس في مقترح، كما مقترح معناها مبادرة للخروج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي ذا، ما زالت الأمور في طور النقاش، وبعد ما تنتهي معناها الهيئة الإدارية وترسم الخطوط العريضة لهذه المبادرة تو في آخر الهيئة الإدارية نعطيكم معناها فهمني القرار معناها النهائي نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل. الإشكال ماهوش راهو في حل حكومة ولا جبان حكومة، نجم نسأل رواحنا نحن اليوم عندنا تقريبا 8 حكومات بعد الثورة، هل أني المشكل في الحكومات أو المشكل معناها في المحيط والمناخات العامة السياسية والاجتماعية اللي موجودة اليوم في البلاد؟ هذا السؤال نحن اليوم مش العبرة نطرح معناها شعار أو نرفع سقف المطالب نتاعنا بنقول بإسقاط الحكومة، إيه والبدائل شنية؟ احنا الناس مسؤولين وخياراتنا تكون بعيدة على كل التجاذبات وقراراتنا كيف ناخذها بكل تأني وبكل استقلالية.